الدريه الشتا كتصب خصني ننزل نحط انا الطوموبيل لهيه باش ندي انا الدريه على رجلي هازها والشتا كتصب على وسخانه والروله باش ندخلها سموش العجلات وارك عاوتاني تسنى يا ما تسنى الشتا كتصب خصني ننزل نحط انا الطوموبيل لهيه باش ندي انا الدريه على رجلي هازها والشتا كتصب على وسخانه والروله باش ندخلها سموش العجلات وارك عاوتاني تسنى يا ما تسنى شوف هذا راه 2022 هذا وعندك المشاش والكلاب والشمكاره واللي ناس في الزنقه هذيك لا بلا ما نهضروا عليهم يستحسن انه يقدم استقالته في هذه الصحه لا علاقه له بالصحه والله لا علاقه له كنعيشوا حنا فوضى في السبيطارات كنعيشوا روينه كحله ما عندناش ادنى حقوق المواطن اللي هو مسكين البسيط ما عنديش حق انا كنشوف غير داكشي اللي كنعيش مع هاد الناس هاد الناس ديال الناس اللي كتسمى فوطه خلص 10 درهم دخل ولد دخل طوموبيلك حطها ما خلصتهاش تبقى في الزنقه وسير جيب المريض هزو ما كاين لا كروسه ما كاين حتى حاجه الا كانت هذيك الحاله كتسمى حديقه ما بقاش عندنا ماشي سبيطار كتسمى حديقه